تركب فيها صالح لاقي ليا خليك تاكسي وساط طريقة سكيبية نقوم واخد وراها من كاميرا فيا. مشاهدينا الكرام، رمضان كريم وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج تاكسي رقم واحد. ضحيتنا اليوم هو الشاب المخرج المتميز الحسن والشامخ. الحسن والشامخ كان أيضا في هذا اليوم الحار ماشي يعدلش من العمل، استدرجناه عن طريق أحد الزملاء. ردة فعله تراوحت أيضا بين التأني والعصب. شوفوا معنا ما استدعي اليوم شنو ما قالك تستدعي ما قالك تستدعي انا ما استدعي اليوم هو قالك تو تستدعي الو قال لك تول تستدعي هو من ولي استدعي انت ما تستدعي احد ثاني ما استدعي له هو اتصل جايني له انا جاري بجي شرقاك يقول هو ولي استدعي قلت له منين وعد قالوا يعرفوا منين وعد الو الو شو ما ماشيين رقاش ما يستدعي قاعد في منين وعد جون شوين يقبض حوت عنه لا تحرق الجاده لان يقبضون عنده شم الحوت وراجعته لا جون لان يقبض شم الحوت وانا طرد لان قبضوا نطرح الشهر دارون انت عند كرفور سبع تخطى بك تشتور ست اسماء ما عندك شنو نقول لك كرفور ست اسماء الو اخي راني جاي راني جاي لا تدحسوني وتيت فارقه ولا مهمه أستوني لا يكون يقول لك تم أنت تحرق ردنا عنا قلوا تي تقول تقول لأن شكيت مرة واحدة عاد لا قلت ما أنت تحرق ولا تعرف شيء ما جيت ما أنا هذا اللي تحرق فينا هذا اللي مشغلت لا هو شو حاول بعد هذا الدم يقول شو هلا جيت ست اسماء يا اخي هذا الراجل ما يستدعي عليكم هذا الراجل عنده ما يستدعي سمعت وانا ما نعرف مين وعدي وش وعد وش وعد ست استثمار ايوتو ايوه ما عندكم مشكله استثمار انا صار عندي قاعد اطريق البحر انا اخو علي هاي انا اخو علي حشم الحوت عندي دور نجيبه لك السلام عليكم السلام عليكم وانا لين سبق همي حد يمشي نطلع عليكم ايه لا تتحسن ايه ما قلت لك انا لين يمشي سبق حوش انا ابي امشي حوتك والله ما حوتك ما انا بسبب لا انا واعد البحر هون لا لين نقبض حوتات شنو احنا قريب منه نقبض من الحوت ونطرحه في الدار ونمشي بيك تنطرح ايش عايز نبي خلينا نطرح زين كيس مولي انا ماني احرق قاعته لا حد كيس لي ما يحمل لي مصاح ياكل مصحح والله مصحح صحه سلام عليكم ايش قادر قاعد تقول تتصلك فيا لا تصلك بيه ما قادر شفت انه عندك انطرح عند كارفور ست اسماء وانت ما انطرح عند كارفور ست اسماء حد الدم يتور من هناك انا ما عندي الدم يتور انا ما اقبل حوتي قال يا وطق وين ارجع بيك قلت لك اني ماني ماسيه ماني ماسيه انا ماشي يفوز انا اقبل حوتي حد يردك انت اخر حق عندي مولان عجلان قلب بوتكس هذا ايوه زين راني جاك داني نبغى الحوت يا ردك ما عندك مشكله السلام عليكم لا تطلع براسك ما قاعد بوي لا تطلع براسي اسمع لا تطلع براسي زين يمكن يجي
يقول لك قول لي التاكسي اللي مشيت لي عاقل والله ما ادري لا تصلك فيها زرقاء ما بين الجهاز يقول لك لا تصلك فيها تقول مالك عاقل مالك ظالك فيك داوود شوف لا تتحسن ماني ظالك فيك داوود شوف غير عدد دمي تور من هنا ماني معدلة انا عرفت شيء اخر فوتي ماني معدلة ماني معدلة ما معدلش كلمة ماني مواسير ماني مواسير أنا يفوت أنا بحوش أردك تكافس تسمع يفوت أنا سيلات تقول أنا واحد ستسمع أفسراج كياك تماشين بينه ما يعرفني واحد لا مشكلة أنا نيفوت أنا بحوش نحوش يعني مشي بيك وردك لا تطلع براسي لا تطلع براسي والله ما بحوشك ما أنا قابل لا وحتى الصمانين عدلوا الصمانين عدلوا شو عدني له قاعد فوتشي انا متمونك ما قايل لك حاجه خاصه تم ساكت فمك ان انت ولا حق والله ما يعجبك تعال دفع ورصك ما قاعد عادي ما قاعد قالوا السلام عليكم عندي عندكم الشوفير اللي مشيتولي شفت مشيتولي روايه ما راه في شيء ما راه سنانك لا تصلك فيا سنانك لا تصلك فيا تقول مالك عاقل انت والعوي تسيف فمك لي لا رجالك سنانك لا تكدر راسك سنانك لا تكدر راسي سنانك انا قلت لك تمشي سنانك هنا احترم لا راسك في الوضع ما انت رجال يا خرج انت راسك العادي لا تشيني لا تشيني اسمع لا تشيني ما راح تروح لا ما منك لا قال ما شو واحد لا تشيني ما عندي ما عندي تسق ما بعض حوشي ما طرحك عندك رفض تسمع تقطع وطي هنا تي واحد يجي يذبح دور شو ذاك لا شيخ الو ديماني عاقل غير قيلة ديماني عاقل شنو لا تعدل ترخانك داسي ماني راخي تشوى واحد في كرف الاستثمار ماني باطكس ماني دار باطكس قلت لك قبل باطكس قيل ماشي واحد كرف الاستثمار خير انت ماشي معانا ديماني ماشي معاك شنو دور معاك السلام عليكم انا حد ماشي معاك قلت لك ماشي معاك واحد ما اعرفها الو منينا جايكم جاي انا قبلت كنت صرتك ما تجمع الو يا ايه يا بنادم ايه كيف السلام عليكم ايه ايه قلت لك انا لينك يا اخي السلام عليكم قلت لك انا لك ما انا قابض اي فوت اسمع اللي قايل لك ما انا قابض اي فوت كيف ماشي واحد طرف كيف ماشي واحد طرف ماني ماني انا واحد سلم ما باض حوتي ماني نقز كرف قلت لك على انك ما انا لقيت اي كرف فرصه استثمار انت عاقل ولا رويت السين قلت لك على انك ما انا لقيت اي كرف فرصه استثمار انت عاقل ولا رويت السين السلام عليكم شنو قلت لك ما تبغي شيء يقول احمله خلي بتخيني عنك شكرا للمخرج الشاب الحسن والشاب وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج تاكسي رقم واحد. تاكسي وسع طريقة سكيبية نقوم واخد ورعاه من كاميرا فيا من اللي تركب انت يا تبقيها من اللي تركب انت يا تبقيها لا تفقع لا تقدر لا تششح فيها لا تفقع لا تقدر لا تششح فيها اركب تاكسي وسع طريقة سكيبية نقوم واخد ورعاه من كاميرا فيا خطب فيها
مشات البنين اللي تركب فيها صالحنا قليل.